هم موعظة وعبرة لأولي الألباب، وآثارهم أقرب إلينا مما نتخيل. أرض الأنبياء الآن على شاشة العربية. آثار النبوة تقف شاهدا شامخا على مرحلة من أعظم مراحل تاريخ البشرية، مرحلة بعث فيها رجال عظام اختارهم الله من بين البشر لكي ينقلوا إلى الناس رسالة التوحيد والخير. وفي رحلة امتدت من أقصى الجنوب في الجزيرة العربية إلى تركيا، مرورا بمصر وبلاد الشام والعراق، سعينا إلى استقصاء شواهد النبوة ومسيرة الأنبياء. فوجود هذه الشواهد والتمسك بها يشكل علامة بارزة واضحة على تمسك شعوب هذه المنطقة بالرسالة التي جاء بها الأنبياء وإخلاصهم لها. فالشاهد الحي الدال على النبوة يرسخ إيمان المؤمن بالأنبياء والنبوات، والإيمان بهم ركن من أركان العقيدة، مثلما يشكل استلهاما للمعاني الكبرى التي أرسلوا من أجلها. في أرض النبوات ومتابعة جادة لمسيرة الأنبياء ولقصة الهداية في تاريخ البشرية، وهو تاريخ ستظل فيه النبوة ورسالتها جوهره الخالد الباقي. أيها الناس، إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحة، ديار ثمود شمالي الجزيرة العربية إلى موطن الأجداد في ديار عاد، انتقل نبي الله صالح عليه السلام بعد أن نجاه الله ومن آمن معه من الصيحة التي ضربت قومه بعد أن بلغ بهم العناد والتحدي مداه. وعودة صالح إلى موطنه الأصلي لعله نوع من الحنين، ولا سيما أن صالحاً كان من الوجهاء في قومه. وفي حضرموت عاش المرحلة الثانية من حياته. سيدنا صالح عليه السلام هو عربي، وجاء لأم عربية اللي هم ثمود. وثمود كما يعلم الإنسان المسلم أن وجودهم شمال المدينة المنورة في منطقة تيماء ومنطقة تبوك، وربما يصل آثارهم إلى البتراء في الأردن. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، أي قطعوا الصخرة
في لوديان. صالح من أسرة عريقة جدا في ثمود، وبحكمته وجاهته، تعرف بعض الناس إلا وجاهة، له هيبة، له حكمة ظاهرة، فالناس بدأت تتطلع أنه هو يكون ملكهم القادم، وهذا يشير إليه القرآن: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. مدينة سيئون في حضرموت باليمن هي المدينة الأقرب إلى الموقع الذي انتقل إليه نبي الله صالح، ولعلها أيضا من المدن القريبة من ديار عاد. وسيئون تحفة معمارية فريدة، ولذلك يسمونها عروس وادي حضرموت، وهي تشتهر بجمالها وسكينتها وسط سلسلة من الجبال، وتتميز بنمطها المعماري الفريد ومبانيها الأنيقة التي يعود بعضها إلى عصور قديمة. وأسواق سيئون حول قصرها الشهير تمتاز بنشاط بين، ولعل أسلاف هؤلاء التجار من الحضارمة هم الذين انتشروا في بقاع الأرض، وكان لهم دور كبير في نشر الإسلام، وبخاصة في شرقي إفريقيا وجنوب شرقي آسيا. ومن الحصون الشهيرة في سيئون التي تشير إلى مكانتها التاريخية حصن الفلس، وهو يقع على تل صخري كبير ويحمي المدينة من الشرق، ويشرف على أجمل أحيائها وعلى مساجدها ذات الطراز المعماري الفريد. وبينما يبدأ ليل المدينة الجميل، تبدأ الاستعدادات للانتقال إلى حيث قبر نبي الله صالح عليه السلام. قبيل أذان الفجر تبدأ الرحلة من سيئون إلى وادي سر، حيث يرقد نبي الله صالح على بعد 63 كيلومترا من سيئون في الجهة الشمالية الغربية منها، وفي قلب وادي حضرموت. كما هو معروف، وادي من أكبر الوديان في الجزيرة العربية، وهذا الوادي ترفده مجموعة من الوديان من الهضبة الجنوبية ومن الهضبة الشمالية. فالهضبة الشمالية تمتد تشرف على الوادي وتمتد إلى شمالا إلى صحراء الربع الخالي، والهضبة الجنوبية تمتد من مشارف من إطلالتها على الوادي إلى ساحل البحر العربي. الرحلة سوف تأخذ وقتا أطول من المتوقع بسبب وعورة الطريق الجبلية. وادي سر وادي طويل جدا، وعبر التاريخ الطويل كان موطن لحضارات قديمة، فتشهد بهذا الآثار الباقية. تلقي الشمس أشعتها الصباحية الهادئة على جبال وادعة وشعاب كثيرة على أطراف هذه الوديان، ومن بينها شعب عسنب الذي يرقد فيه نبي الله صالح عليه السلام في وسط وادي سر. الشواهد التاريخية تشير إلى أنه نبي الله صالح كان في هذه الأرض، نزح من مدائن المعروفة شمال الحجاز، بين الحجاز وبلاد الشام، تلك المدائن التي سلط الله عليهم العذاب وأبادهم، ثم نزح نبي الله صالح ومجموعة المؤمنين الذين كانوا معه، نزحوا جنوبا، وكانوا كما يذكر المفسرون كان عددهم 4000. نزحوا باتجاه الجنوب واستقروا في هذه الأرض. قبر النبي صالح عليه السلام
عبارة عن بناء مستطيل يبلغ طوله نحو 10 أمتار، فهل هو حقيقي أم مبالغ فيه؟ القبر كما هو مشاهد بهذا الطول، لا شك أنه أمر مثل هذا تتدخل فيه بعض العوامل بفرضيات وتتدخل فيه بعض عوامل تاريخية، ولا شك كان نبي الله صالح أيضا في الحجم الطبيعي للإنسان المعروف اليوم. لكن إضافة المبنى الكبير هذه ربما تعود من تقاليد دينية قبل الإسلام، فهذه ظاهرة دينية وظاهرة قبورية امتزجت بالديانة التوحيدية من ديانات أخرى. ولكن بالتأكيد أنه هذه إضافات، وترك الأمور في بعض الأحوال في بعض الحالات للعوام تضفي عليها كثير من الإضافات الغير معقولة بعض الأحيان. موقع القبر فيه كثير من الحجارة القديمة، فضلا عن كتابات بخط المسند وهو الخط اليمني القديم، فهل لهذه الكتابات علاقة بالموقع؟ هذه الحجرة ليست بالضرورة تعبر عن معنى اسم وكذا، ولكنها كما شاهد هنا أنها نقش بالحرف المسند، مكتوب بالحرف المسند، ربما نقل من موقع أثري، وهنا توجد مواقع أثرية تحتوي على كتابات بالخط المسند، فهذه الحجرة متميزة ولكن ليس لها كما أعتقد ليس لها ارتباط بالقبر نفسه. هذه من التصرفات التي يضفيها العوام على بعض المشاهد التاريخية المهمة، كما تشاهد هنا بعض الأحجار لا أجد لها مبرر ديني، ولكنها بعض الأحيان تختلط بعض التقاليد وبعض المفاهيم بجوهر الشيء فتشوهه. وبذلك لا توجد شواهد مادية تدعم المأثورات الشعبية المتواترة بشأن هذا القبر ونسبته إلى نبي الله صالح عليه السلام. في هذا الموقع قبر نبي الله صالح عليه السلام وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والتسليم. كما هو متواتر في الذاكرة الشعبية أنه في تحديد هذا المكان هكذا متواتر، كما أن التواتر نستطيع أن نقول أنه مصدر من مصادر التاريخ المهمة. فنحن من واقع التجربة في كشف المواقع الأثرية يذكر الناس أسماء مواقع بمسميات لا تؤكد ذلك المصادر التاريخية، ولم تشر إلى ذلك أي من المصادر التاريخية المهمة المعروفة، ولكن تكشف حقيقة الأمر الحفريات الأثرية. فكثيرا ما تؤكد التواتر الحقائق العلمية من خلال الحفريات الأثرية. ومن هذا المنطلق فإن التواتر الوارد بخصوص تعيين هذا الموقع كموقع لقبر نبي الله صالح، وإلى جانب ما تؤكده التفسيرات عن قصة نبي الله صالح عليه السلام التي وردت في القرآن الكريم، ومن أنه نزح من مدائن صالح باتجاه الجنوب واستقر في حضرموت، وهذه كلها روافد معرفية تساعدنا على تأكيد هذا الموقع. وبالقرب من هذا القبر هناك بئر يستقي منها الزوار والسكان القريبون منه، ويقال إنها البئر المعطلة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم مقترنة بأصحاب الرس. مات نبي الله صالح فسميت المنطقة حضرموت، وهناك حفر البئر والتي سميت البئر المعطلة كما ورد في القرآن. وهذه المنطقة التي سميت حضورة هم أهل حضورة هم أهل الرس، وأهل الرس
أولئك الذين ذكروا في القرآن بقوله تعالى وأصحاب الرس وقرون بين ذلك، هم المعنيين بهذا الاسم. وكما نعرف نحن الآن في وادي يسمى وادي سر، ربما ذاك تصحيف عن كلمة الرس، فالحرفين تقدم أحدهما على الآخر فصار بهذا الاسم. وموقع قبر صالح عليه السلام له أهمية كبيرة لدى سكان المناطق المجاورة في حضرموت، وهم يزورونه لأسباب كثيرة دينية واجتماعية. هذا الموقع كان يحتل أهمية بالغة في حياة المجتمع، الحياة الدينية والحياة الاجتماعية، فكان موقع يصطلح فيها الناس من خصومات، وكانت زيارة فيها موعظة. وتشهد الآثار الباقية اليوم بعض المباني تعود للقرن الهجري الماضي أنها كانت معمورة وكانت الخدمات متوفرة، وهنا البير وهنا بعض الأثاث الذي يستخدمه الزوار لهذا المكان، فيستطيع أن يحضرون طعامهم من المونة الموجودة أو مواد غذائية والقهوة ولوازمها الموجودة في هذا المكان. يبدو واضحا اليوم أنه هذا المكان تعرض لإهمال، رغم أن الطرقات صارت أفضل مما كانت عليه. والمنطقة التي يقع فيها قبر صالح عليه السلام تحفل بأطلال بيوت قديمة تشكل شاهدا على أنها كانت عامرة ومأهولة بالسكان، وهناك توجه لإنعاش هذه المنطقة. هذه المنطقة تحتل أهمية اجتماعية للصلح بين المتخاصمين، ومواعيد لالتقاء جماعات في أسفارهم باتجاه نجودهم ومناطق استقرارهم في الهضبة المطلة على وادي حضرموت من جهة الشمال. قصة صالح عليه السلام قصة فريدة جدا، هي بعد نوح عليه السلام لكن قبل إبراهيم عليه السلام، هذا موقعها في التسلسل التاريخي، وهي بعد قصة عاد وهود. لما دمر الله سبحانه وتعالى عاد نجى الله سبحانه وتعالى هود والمؤمنين الذين معه، وكذلك نجى من قرية عاد بعض الناس اللي ما كانوا في ثمود في ذلك الوقت، كانوا في مكة، كانوا تجار رايحين مكة ما أصابهم إلا، فمن هؤلاء ومن ذرية هود بقيت سلالة عاد، من سلالة عاد جاء قوم صالح. فلما تقرأ قصة قوم صالح وتقارنها بقصة قوم هود عليه السلام، هود قوم عاد وصالح قوم ثمود، نجد تشابه عجيب بين القومين. ليش؟ هم هؤلاء أبناء هؤلاء سلالتهم، لكن الفرق أن عاد دمرت، عاد هي بين حضرموت وعمان فدمرت، قلنا ما بقى منهم إلا قوم قليل كانوا موجودين في مكة، من مكة الراجح أنهم لم يرجعوا إلى المدينة التي دمرت، وإنما ذهبوا إلى الشمال، فذهبوا إلى المنطقة المعروفة اليوم بمدائن صالح. بنوا في بكل ريع آية تعبثون، يعني وصلوا إلى القمة الفنية في البناء في عصرهم، وصلوا إلى الرفاه الاقتصادي، الرفاه الاجتماعي، الرفاه في كل شيء، حتى أنهم كانوا يبنون البيوت التي لا حاجة لهم بها، يعني يبنون بيوتا يسكنونها. ومن الرفاهية والمتعة ورغبة في سمحنا كده المنظرة، كانوا يبنون بيوت في يعني ينحتونها في الصخر، شوف الجبروت وصل لفين، وهم ليسوا في حاجة إلى هذه البيوت. الله الله يا هو يا واسع الكرم.
العبرة من قصة صالح عليه الصلاة والسلام مع قومه من جوانب عديدة، أولها وأهمها هي ضرورة أن يتعلم الإنسان كيف يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. فهو رب منان الأمر الآخر كذلك هو أن الله سبحانه وتعالى حين يرسل الآيات لعباده كما قال سبحانه ما نرسل بالآيات إلا تخويفا، الآية يكون فيها إثبات لمعجزة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ويكون فيها في نفس الوقت جانب من الخوف والوعيد، لأنه بمجرد أن تكذب هذه الآية التي طلبها الإنسان بنفسه فإن العاقبة بلا شك هي العقوبة الواقعة من الله سبحانه وتعالى. وأنت إذا تأملت سير الأنبياء وجدت أن كل آية جاء بها النبي بلا طلب من قومه لم يكن في تكذيبها العذاب المعاجل المباشر، وإنما إذا كانت الآية التي طلبها القوم وجاءت وفق طلبهم وبمثل ما أرادوا من المواصفات ثم كذبوا بها فالعقوبة تكون عاجلة كالذي حصل في ناقة صالح لما طلبوها. الحمد لله لا نحصي له نعما سبحانه مالك الأملاك. فبالإضافة إلى موقع نبي الله صالح عليه السلام في منطقة الحجر شمالي الجزيرة العربية، هناك أقوال بأنه رحل بأصحابه إلى الشام فأقام على أرض فلسطين، ولعل مقامه في مدينة الرملة يرمز إلى منطقة مر بها صالح عليه السلام أو أقام بها فترة من الزمن.